أعلنت بورصة البحرين فوزها بجائزة الريادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك ضمن فعاليات الدورة 43 من معرض ومؤتمر الخليج والشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات جويستكس جلوبال الذي أقيم في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة. واتخذت بورصة البحرين خطوات راسخة نحو دعم استمرارية الأعمال وتعزيز المرونة التشغيلية، تأكيدا على التزامها المستمر بتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها. وتعكس هذه الجائزة التزام البورصة المستمر في تبني الحلول المبتكرة، وتؤكد اسهاماتها الملموسة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لبورصة البحرين.